بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، الدرس الرابع في الفصل السابع يا أبطال، ترتيب الأعمال اليومية. ترتيب الأعمال اليومية صاد 16. أستعد. فكرة الدرس: أرتب أعمالي حسب وقت حدوثها. المفردات: صباحا، ظهرا، مساء، اليوم، أمس، غدا، أسبوع. يبقى ما نريد أن نعرفه في هذا الدرس هو كيفية ترتيب الأعمال اليومية. أقوم بأعمال يومية بحسب الوقت المناسب صباحا أو ظهرا أو مساء. بماذا يقوم هذا الولد صباحا؟ يتناول فطوره لكي يذهب إلى المدرسة ويكون نشيط بإذن الله. ظهرا ماذا يفعل؟ يقوم بحل الواجبات ويستذكر دروسه. مساء يقوم بتنظيف أسنانه قبل النوم. يبقى ما يقوم به صباحا وتناول الإفطار والذهاب إلى المدرسة، وطبعا لا ننسى أن يكون هذا الإفطار إفطارا مفيدا يحافظ على صحة الطفل ويجعله نشيطا ومتيقظا. ظهرا يقوم بحل واجباته ويستذكر دروسه. مساء يقوم بغسل أسنانه أو بتفريش أسنانه قبل النوم. جدول النشاطات، هذا هو جدول النشاطات يا أبطال. يوم السبت في البيت، يوم الأحد الحاسوب أو معمل الحاسوب، يوم الاثنين الذهاب إلى المكتبة القراءة والاطلاع، يوم الثلاثاء السباحة، يوم الأربعاء البدنية، يوم الخميس الفنية، يوم الجمعة البيت. اليوم الاثنين أقرأ قصة في المكتبة. أمس الأحد زرت معمل الحاسوب، غدا أستمتع بالسباحة. هذا هو جدول النشاطات التي يقوم بها الطالب في أثناء تواجدي في المدرسة، وطبعا يوم السبت ويوم الجمعة يكون في البيت. أتأكد أرسم نشاطا يمكن أن أقوم به في كل من الأوقات التالية: صباحا وظهرا ومساء. ممكن أن نقوم برسم نشاط هذا الولد وهو يتناول الإفطار. ممكن طالب آخر يختار أي نشاط آخر ويقوم برسمه، ما في مشكلة. ظهرا هذا يقوم بحل الواجبات ويستذكر دروسه. في المساء يقوم بغسل أسنانه قبل النوم. أنظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. السؤال الرابع: البدنية يا أبطال، من يتذكر كانت يوم إيش؟ أحسن، بارك الله فيك، يوم الأربعاء. طيب الحاسوب كان يوم الأحد، ممتاز. السؤال السادس: أتحدث أقول أيام الأسبوع بالترتيب، من يستطيع أن يقول أيام الأسبوع بالترتيب؟ نبدأ الأسبوع بيوم السبت، بارك الله فيك، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. هذه هي أيام الأسبوع بالترتيب يا أبطال: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أتدرب أكتب رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة لأرتب الأعمال التالية بحسب حدوثه. هذه مجموعة من المشاهد. هنا هذا الولد يقوم بزراعة الأزهار. الأزهار نبتت وكبرت
قام بقطفها ووضعها في الإناء الخاص بالأزهار أو المزهرية؟ أيهما كان أولا؟ أحسنت، زراعة الأزهار، ثم عندما نبتت وكبرت ثم وضعها في المزهرية. انظروا إلى جدول النشاطات وحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. قلنا البيت يوم السبت، بارك الله فيك، المكتبة يوم الاثنين، جزاك الله خيرا يا بطل. السؤال العاشر، ألون اليوم بالأحمر ويوم أمس بالأصفر ويوم غد بالأزرق. اليوم هو يوم الأحد، أمس يوم السبت، غد يوم الاثنين. أكتب أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الثلاثاء. سؤال 11، أكتب أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الثلاثاء، أي نبدأ بيوم الثلاثاء. طيب الثلاثاء بعده، بارك الله فيك، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين. هذه هي أيام الأسبوع مبتدئا بيوم الثلاثاء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.